السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله جدا. بيقول لو واحدة زنت مع واحد عملوا حمام، هل لازم لها عدة عشان تتجوز ولا ممكن تتجوز من غير عدة؟ اولا يا جماعة الزنا هو كبيرة من الكبائر والله، وانتشار الزنا من علامات الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الساعة هنا. ومن وقع في هذه الكبيرة عليه التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. دي بسيطة دي. قل لي ليه؟ ليه؟ سهلة. لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واو. ربنا مش يغفر لك الزنا بس، ده ربنا يبدل لك الزنا. ده مشروع جميل. ده حلو قوي، ده من رحمة الله سبحانه وتعالى. بس أهم حاجة التوبة النصوح. أيوة لا دي سهل. فلا تقنط من رحمة الله. وأنت يا أختي لا تقنطي من رحمة الله إذا وقعت في هذا الزمن. سيب معي يا أختي، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أهم حاجة التوبة يا جماعة. أما إجابة السؤال فأنا نقلت الإجابة من موقع إسلام ويب كما هي. بنعمل محدش يقول لي أنت بتقول إيه ولا بتعيد إيه، لأن الموضوع ده شائك وحساس جدا. إسلام ويب يعني طبعا. القول الأول قول الحنفية والشافعية، حنفية قالوا ليس عليها عدة، ما عليهاش حق. القول الثاني قول المالكية والحنابلة، قالوا تستبرئ بثلاث حيضات مثلها مثل المرأة المطلقة تماما. يتحدث مع بعض ولا؟ القول الثالث هو قول للمالكية ورواية عن الإمام أحمد، واختار بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال استبرئ بحيضة واحدة واحدة بس. دول الثلاث أقوال. العلامة ابن عثيمين مدرس المسألة خد المسألة معنا رجح وقال إذا كانت ذات زوج فليس عليها عدة، أما إذا كانت ذات زوج لو غير متزوجة تستبرئ بحيضة واحدة. ولو كانت ما تدخلش تستبرئ بحيضة واحدة. جزاكم الله خير. واللي وقعت في هذا الذنب عليها التوبة والاستغفار وتستر على نفسها. تستر، هتفضحنا. ما تجيش واحدة تقول أنا هصارح جوزي عشان تقول إن أنت مع شيخه يمسك شيخه ويطلع حنجرته، ما ينفعش. ربنا أمر خلي الطبيب مستور. تستر على نفسك. ستر أهم حاجة. كله أي بنت وقعت في هذا الذنب تستر على نفسك. كل اللي تحت الأرض نتفل علشان خاطر ربنا يبارك فيكم. أهم حاجة يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. صح كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهارة.